سلام، اهلا. ايه راي حضرتك في المعرض السنه؟ نشكر ربنا زي ما انت شايف اهو، اقبال فظيع. يعني من اهم حاجه فيه انه بيجمع الحبايب والاصدقاء من جميع كنائس لوس انجلوس وضواحيها، وفي ناس بتيجي من ولايات تاني. يعني الباركينج لوت عندنا ثلاث فدادين باركينج. قعدت اكتر من نص ساعة ادور على خرم اعمل باركينج فيه بعد الظهر، دلوقتي مش لاقي. انا بيتهيألي كل ده علشان الاعلان اللي نزل في كاريزما، مش كده؟ اه طبعا. تقول ايه لزوار معرض تنزول؟ نقول لهم نحب نشوفكم بالشكل ده والحماس ده على مدار السنة، مش بس في أيام الهيصة والأكل والشرب والحاجات. فمن أهم أغراض المعرض لقاء الحبايب كلهم كعيلة واحدة، وبعدين إظهار المواهب في كل فرع بيشتغلوا، في ناس بتشتغل حلويات شرقية، وهنا حلويات أوروبية غربية، وهنا عصاير، وهنا مكتبة وكرافتس وفروع كتيرة. يعني كل بيشتغل بنشاط وهمة، وزي ما انت شايف عدد ضخم من الشباب شغالين كلهم. فاحنا بنقول يا ريت يبقى الاهتمام بالاجتماعات الروحية والنهضات الروحية، اجتماعات درس الكتاب والعشيات تبقى بنفس الاهتمام ده، وإلا يعني يبقى عيبة في حقنا إننا نهتم بالطعام البائد أكتر من الطعام الباخر. حضرتك شايف إنه الإقبال على المعرض السنة دي مختلف؟ لا، هو كل سنة الحقيقة بيبقى خصوصا السبت والحد، يوم الجمعة علشان يوم شغل وصيام فول وفلافل، فبيبقى الحضور أخف شوي أقل شوي. لكن السبت والحد زي ما انت شايف مهرجان بيضرب يقلب اهو، مفيش. شايف الخدام هنا روح الخدمة عاملة ازاي؟ روح الخدمة حلوة خالص، وكلهم متعاونين مع بعض وبيشتغلوا بمحبة كبيرة، وكل واحد بيقدم أحسن ما عنده، وكل ده لربنا. يعني امبارح واحدة من الأخوات بتعمل سندوتشات فلافل طعمية، الدكتور اشترى منها، خد منها سندويتش ياكله يعني، ودفع لها شيء ب$5,000. فقلت لها ده اغلى سندويتش طعميه في التاريخ. اغلى سندويتش طعميه في التاريخ ب$5,000. ربنا يديله ويبارك يا ابويا. فمن ناحيه في فند ريزنج للكنيسه وانشطه الكنيسه، ومن ناحية تاني في أنشطة روحية واجتماعية وثقافية، والكل بيشتغل وفرحان وهايس ومبسوط زي ما انت شايف اهو. ربنا يديم حياتك يا ابونا وتفضل معانا كده زي الفل. تعيش يا حبيبي. طمنا على صحة قدسك. انا اشكر ربنا، انا كويس الحمد لله. طول ما انتوا بخير انا كويس. كلمة أخيرة لمعرض سنزو. احب انه يستمر، وانه ما يبقاش مره في السنه، يبقى في سيمي فيستيفال، يعني مره نص في نص السنه برضه يتعمل حاجه زي كده، طالما ان الناس كلها بتتجمع وهي فرحانه ومبسوطه. يعني انت قدسك من انصاف يتعمل مرتين في السنه مش مره؟ اه طبعا. بس ده سؤال انا طرحته النهارده في المقابله، المقابلات اللي عملتها، وقلت لهم تحب مرتين في السنه، في ناس اعترضت وفي ناس رحبت جدا، فقدسك من ضمن المرحبين. لا، احب طبعا انه
نشوف الحبايب والشغل والأنشطة والخدمة والناس كلها مبسوطة وفرحانة. يعني بتيجي الكنيسة بتيجي بيت ربنا، نحب نشوف إن بيت ربنا يبقى دايما مليان وعمران وحافل بالأنشطة وبالحركة وبالحياة، وخصوصا الاهتمام بالنواحي الروحية والحياة الروحية. نعمل مؤتمرات كمان واجتماعات للأسرة وأنشطة كتيرة مختلفة بالشكل ده بتجمع الحبايب كله. كل سنة وانتك طيب. بالصحة والسلامة. أنا شاكر محبتك واهتمامك. جبنا أخيرا الكاريزما بقى. شاكر مجلة كاريزما على إنها بتهتم بالأنشطة الاجتماعية والكنسية والإبطية عموما. ربنا يديك الصحة ويقويك ويبارك في الخدمة بتاعتك. كاريزما ديلي.com الخبر كل الخبر.